إذن نتحدث عن اجتماعين وبيانين للفصائل الفلسطينية. كان من المفترض مثل ما تم الإعلان عنه من قبل وسائل إعلام عبرية أن يكون هناك اجتماع لمجلس الحرب، مجلس حرب الكيان الصهيوني لمستقبل ما بعد غزة، أو اليوم التالي كما تم الاصطلاح عليه. تم الإعلان منذ قليل عن إلغائه. ما الذي يعنيه هذا؟ هذه التراتبية الزمنية. اجتماع الأمس كان مهم جدا، طبعا هو ناقص لأنه لم يكن به حركة فتح، لكن كان فصائل المقاومة الخمس اللي أشير إليهم، يعني حركة حماس والجهاد والجبهتين والقيادة العامة، والمحددات التي طرحت وتم التوافق عليها هامة جدا، ونأمل ونعمل ونحن نواصل العمل، يعني سواء عبر اللجنة التنفيذية أو هيئات منظمة التحرير أو ما تسمى بالقيادة الفلسطينية، أو في اللقاءات الثنائية والثلاثية مع أطراف مختلفة، وحتى مع مؤسسات مجتمع مدني لقاءات واسعة وجهنا من خلالها نداء لجميع القيادة من أجل الذهاب إلى فكرة واحدة، وهي الوحدة، وحدة القيادة السياسية والميدانية. هذا أمر واستحقاق هام جدا. الاجتماع الأمس القضية الرئيسية أو القضايا الأربعة، أربع محددات. نعم، ما هي أبرز هذه المحددات أستاذة ماجدة المصري حتى نقف عندها؟ نعم، هذه المحددات بالبداية دعوة لاجتماع للجميع، اجتماع شامل وملزم، ولما نقول شامل بمعنى جميع الفصائل بجميع مكوناتها، فصائل منظمة التحرير والفصائل اللي خارج منظمة التحرير، ونعني هنا حركة حماس والجهاد الإسلامي اللي بنقدر دورهم ودورهم بالمقاومة ودورهم بطوفان الأقصى، ومكانهم له وضع هام جدا بين صفوف شعبنا، وباعتبار أنه المقاومة وحركة حماس والجهاد فصيل من فصائل المقاومة اللي هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، وهم جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وهذا أمر هام جدا. فبالتالي لقاء وطني جامع وملزم هذا هام لتنفيذ ما كان تم الاتفاق عليه بجميع الحوارات السابقة للأسف ولم تنفذ، الآن آن الأوان إلها، وأيضا لتكون أمام استحقاقات الحرب ونتائج الحرب. هذه قضية رئيسية. المحدد الثاني اللي له رفض الحلول والسيناريوهات التي يجري طرحها من مختلف الأطراف، من أي طرف كان، وبما فيها المقترح الأخير اللي بيتحدث عن مقترح مصري قطري أمريكي بمعنى تحت رعايتهم، باعتبار أن ما يسمى وضع غزة وما يسمى اليوم التالي كما يشار إليه هو شأن فلسطيني بحت. وعلى هذا الأساس طرحت فكرة أو موضوع حكومة وحدة وطنية بالتوافق بين مختلف هذه الفصائل بتوافقهم، بغض النظر كانت تكنوقراط كانت فصائلية، الأساس فيها توافق شامل بين مختلف الأطراف، حتى هي التي تكون معنية بإدارة الوضع في غزة وفي الضفة، معنية بإعادة الإعمار ومعنية بتوحيد المؤسسات في الضفة وغزة وفقا للاتفاقيات التي كانت موقعة سابقا. المحدد الثالث والهام جدا أن موضوع يعني وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب الإسرائيلي من غزة شرط أساسي، شرط أساسي لتحرير الأسرى أو لعملية تبادل الأسرى. وهذه قضية كما سمعنا منها وكما سمعنا قبل قليل من العظيم أبو عبيدة أنه هذا لا يمكن التنازل عنه، وهذا محق، لأنه بالتجربة الأولى حين تم تبادل الأسرى مع بعض الحالات الأطفال والنساء، وكانت أعلنت عنهم أصلاً بداية حركة حماس حين الوقت سيتم إطلاق سراحهم، بعدها شنت حرب مجنونة أو استكملت الحرب المجنونة ضد شعبنا في غزة اللي عم نشهدها واللي حولت غزة عمليا جحيم. المحدد الرابع والهام أيضا اللي هو فلسطيني داخلي، اللي هو تطوير النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، بمعنى الذهاب، وهي مسؤولية الحكومة، أحد مسؤوليات الحكومة، الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وهذا أمر
كان هناك توافق عليه قبيل إلغاء الانتخابات سابقا.